بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السعادة رئيس المؤسسة الأمين الإسلامية، وصاحب السعادة رئيس المدرسة الأمين الابتدائية والمتوسطة الإسلامية المتكاملة، وسادة أولياء الأمور بالطلبة والطالبات من مدرسة الأمين المتوسطة الإسلامية المتكاملة، ومدرسة الأمين الابتدائية والمتوسطة الإسلامية المتكاملة المحترمون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها السادة والسيدات المحترمون، نشكر الله تعالى على نعمه العظيمة والذي جمعنا في هذه القاعة المباركة وفي هذا اللقاء السعيد، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. أيها السادة والسيدات المحترمون، نهنئ الإخوة والأخوة الطلبة والطالبات من الصف الثالث في مدرسة الأمين المتوسطة الإسلامية المتكاملة الذين نجحوا في امتحان النهائي لهذا العام الدراسي آمين. أن يكون لهم أهمة عالية لمواصلة الدراسة إلى المرحلة الثانوية، وأن يحصل على العلم النافع في الدنيا والآخرة. كما نشكر هؤلاء الإخوة والأخوات على إرشادنا وعلى الإشراف علينا في أمور شتى، كما لا ننسى أن نطلب العفو منهم، عسى أن يكون بيننا وبينهم الخطاء والنسيان خلال المعاملة معهم أثناء الدراسة في هذه المدرسة الحبيبة. أقول قولي هذا، ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل